الدولارات. ملاسنة من أجل حفنة من الدولارات بين أخوة الجهاد في الغوطة الشرقية. قائد جيش الإسلام زهران علوش قبل مقتله وقائد لواء فجر الأمة أبو خالد الزحطة افتتحا الملاسنة حربا بين مافيات جهادية واغتيالات في الغوطة الشرقية أسقطت الآلاف من القتلى والجرحى. الانتفاضات في الغوطة لم تتوقف ضد تخزين أمراء الحرب المواد الغذائية وسيطرتهم على الأسواق. وعندما قتل زهران علوش خلفه عصام البويضاني في زعامة التجار وإمارة الحرب معا. 1000 قتيل من جيش الإسلام وفيلق الرحمن في نزاع الصيف. الاقتتال لم يتوقف، كذلك تظاهرات المدنيين ضدهما. مستودعات السلاح الأمريكية تستحق الحرب بعد أن دمرت عاصفة السخوي الكثير منها في حلب. في شرق حلب آخر مستودع أمريكي بيد مجموعة استقم كما أمرت تسبب بالقضاء عليها. جبهة النصرة والزنكي تحالفتا ضدها وقتلت وأسرت العديد من عناصرها. تصفية الجهاديين من أجل الغنائم والسلاح قضت على أكثر من 16 فصيلا على يد جبهة النصرة. الخلافات بين الممولين وأجهزة المخابرات التركية والأمريكية والسعودية أشعلت حروب أخوة الجهاد. في إدلب أنهت أحرار الشام بقرار تركي حركة جند الأقصى. الخلاف على النفوذ وأمرة العمليات ومبايعة داعش سرا أزعج الأتراك وأجبر جند الأقصى على الاندماج بجبهة النصرة. 16 فصيلا سلحها الأمريكيون أنهتها جبهة النصرة تباعا خلال أعوام. المخابرات التركية لم تقبل بوجود اللاعب الأمريكي في حديقة جهاديها الخلفية ومنافستها في سوريا. الجماعات السلفية والمسلحة في سوريا لم تتقاتل يوما حول خلاف فقهي أو إيديولوجي أو حتى سياسي. أمراء الحرب في النصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام ونور الدين الزنكي يتذابحون من أجل الغنائم وتنفيذ أوامر مموليهم ومن أجل استمرار موارد الحرب وأسلحتها دون توقف. ديما ناصيف، دمشق، الميادين.